في البداية أتشرف بأن أتقدم بأسمائيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي السامي المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهد الأمين بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، حيث يطل علينا لنعيد أي أذهان هذا الحدث التاريخي الهام، ويظل 25-26 فبراير يوميا يومان محفوران في ذاكرة التاريخ ومنقوشان في فكر ووجدان كل مواطن كويتي. كما تقدم بالتهاني إلى سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله، كما تقدم بالتهاني إلى كافة المواطنين والمقيمين راجين من المولى العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يزودنا بقوة ووحدة وترابط وألفة ونماء إن شاء الله. آمين يا رب. فضل. آمين آمين يا دام فضلك. آمين. طبعا معنا سعادة اللواء طارق حمادة، وما قصر سنا كل شيء بارك الله فيه، وعن المخالفات والعمليات هذه والانتشار وكل شيء مخالف في الآداب العامة، الألفاظ اللي تكتب على السيارات، الشيء اللي تعدم الرؤية والأمور هذه كلها، لكن حضرتك شلون راح ترصدون هذه التصرفات؟ أنتم متواجدين على نقاط أمنية، هل هناك سيارات متخصصة مدنية وهم في الأصل عسكر يعني لرصد مثل هذه المخالفات وتوقيفهم على الجنب مثلا وسحبهم وغيره مثل هذه الإجراءات؟ شوف اخوي راشد، هذا للاسف يعني امس واليوم يعني اذا اقول لك الرقم يعني رقم مهول صراحه بالمخالفات بالتجاوز. احنا نقدر نتجاوز على بعض الاشياء، يعني مثلا ان الواحد يحط صور، ان واحد مثلا يحط معاني كلمات صور للاعلام، رش للاعلام، ما عندنا مشكله. اما انه يظل السياره بالكامل انه حيث ما تشوف، او انه يكتب عبارات يعني تخدش يعني الاحياء وكذلك مثلا تكتب اشعار او كلمات صراحه، هذه احنا رافضينها. احنا ما عندنا مانع ان الفرحه تكون فرحتين وان الكل نشارك دون ان ندخل اي يعني غرض للتغاضي او مثلا غرض لحج المركبات او، ولكن للاسف يعني احنا خلال امس واليوم بس ماخذين حول تقريبا 79 حدث يقود مركبه بدون رخصه. 79 يعني جاي يشارك، والله العظيم يعني تتصور من الام ويعطي سياره حق ولده، حدث ما عنده رخصه ولا والاولاد الصغار بعد وياه. شوف واخر شيء الابو يرد يقول ايش فيكم على عيالي، ها ايش في وزاره الداخليه على عيالي. عجيب. الشيء الثاني بالنسبه اللي تفضلت فيه، احنا سوينا طبعا قطاعات، عندنا قطاعات وعندنا للعلم، وهذه اول مره انا اقول لك اياها واول مره تصير، عندنا خمس كاميرات موزعة على الطرق تصور جميع الأحداث، تصور جميع التجاوزات، اللي ينزل من السيارة، اللي يرش، اللي يعرقل حركة سير، اللي يحاول أنه يعني يتعدى على حقوق الآخرين، هذه كلها موجودة ومصورة عندنا. وين يعني موجودة لو عبد الفتاح على شارع الخليج موجودة؟ نعم نعم، على شارع الخليج عندك من دوار التعاون لغاية وزارة النفط اللي في منطقة المسدة. ان شاء الله تكون مخفيه مو مبينه عشان اذا شافوها يوقفون لا ينطرون، لين ان شاء الله تكون مو مبينه حق الناس. بس هذه الكاميرات موجوده فوق الشبات ومنقوله في غرفه العمليات، وموجوده حاليا في غرفه او القاعه اللي موجوده اللي مستلمين فيها الرئاسه، وحنا نساعد بالفرحه ولكن ليس تعدي على حقوق الاخرين. طيب لو عبد الفتاح اذا شفتوا هذه المخالفات، يعني احنا تكلمنا قبل شوي اللي ينزل من السياره ويسوي له حركات، اللي ما ادري ايش يسوي يشفط بالسياره وغيره، انتم رصدتوه بالكاميرا، هل توجهون له دوريه مباشره ترصدونه ولا تتركونه؟ عندنا اخوي راشد قطاعات، الكاميرات هذه مرتبطه مع القطاعات، من يطوف من الاشاره للاشاره الثانيه في لنا قطاع موجود، الباص موجود والاوناش موجوده. راسا ياخذونه بدون حس، بدون اي شيء ولا اي حس، اي واحد تشوفه ياخذونه من المفرق اللي عند الاشاره في قطاع على ايد اليمين، راسا يدخلونه وياخذونه يتوكلون على الله دون ان نعرقل حركه السير. حنا لازلنا لليوم ناكد ان حنا نبي نستانس ونبي الفرحه فرحتين، بس رجاء لا يصير في رش فوم ورش مواد يعني سامه ويعني مثلا اشياء يعني والعاب ناريه وغيره، في ناس العاب ناريه. نعم نعم، يعني صراحه مو بس تعرقل السير، يعني حتى ضيق خلق العالم اللي موجودين اللي جايين يستانسون. نعم بارك الله فيك لواء عبد الفتاح العلي الوكيل المساعد لشؤون المرور، اذا عندك من نصيحه اخيره لكل متابعنا ويشاهدنا. انا ابي اكد ان احنا مستانسين اكثر منكم. نعم. وخلونا نحط ايدنا بايد بعض، وانتم تدرون كلكم ان احنا نعول على قائد المركبه، احنا نقول اذا القائد زين قائد المركبه احنا كلنا نصير زينين،
يعني معناته انه لازم يحترم القواعد، لازم يحترم القانون، وخلي الاخير صوته ويانا وخلي يستانس، ما عندنا اي مشكله، ولكن لا يعرقل ولا يتجاوز ولا يتعدى على الاخرين. شكرا لك اللواء عبد الفتاح العلي، وكيل مساعد لشؤون المرور، شكرا لك. يا هلا ومرحبا اخوي.